حلقة جديدة وأحداث جديدة نرصدها مع حضراتكم يوميا على أرض مصر. وتمر ذكرى ثورة 23 يوليو على أرض مصر بكل ما حققته هذه الثورة للشعب المصري، والتكاتف الذي تم في هذه الثورة من فئات الشعب المصري، وتحقيق الهدف المنشود وهو أن تحكم الدولة المصرية أو يتم حكمها من خلال أبنائها، وأن تحكم نفسها بنفسها، وأن يحكم الشعب المصري نفسه بنفسه، ويحقق الإرادة الشعبية في تحقيق هذه الأهداف. هنتكلم عن ثورة 23 يوليو، وهنتكلم أيضا عن الإنجازات التي تمت على أرض مصر حتى العصر الحديث، واستكمالا لهذه الإنجازات وما يتم من مشروعات حديثة تقوم يوميا على أرض مصر. بيشرفنا في الاستوديو الكاتب الصحفي العزب الطيب الطاهر، الكاتب الصحفي بالأهرام. أهلا بك يا فندم معنا. أهلا بك، وكل عام وأنت والشعب المصري والدولة المصرية بخير بمناسبة الذكرى 70 لانطلاق وانبثاق ثورة يوليو المجيدة. يعني الحقيقة يا فندم دايما التاريخ بيؤكد لنا أنه الشعب المصري هو صاحب القرار في إدارة نفسه، دايما الشعب المصري على مر العصور صاحب الإرادة التي لا تقهر مهما طال الزمن ومهما طال التحدي ومهما كان هناك من ضغوط تمارس على هذا الشعب، إلا أنه دايما بيجد البطل والقائد والزعيم والابن الذي تلتف حوله كل فئات الشعب المصري. كلمنا عن هذه الطبيعة المتميزة والمتفردة لشعبنا المصري ودولتنا المصرية على مر التاريخ. أنت قلت حقيقة مهمة، يعني يتكلم عنها المؤرخون، يتكلم عنها السياسيون والاستراتيجيون. فيما يتعلق بالشعب المصري، هو شعب واحد من الشعوب القديمة في المعمورة في تاريخ الإنسانية. يعني ربما مصر أول دولة في التاريخ يكون لها مقاومات الدولة وحكم وعاصمة وحدود، ثم تمدد خارج الحدود بالذات أيام المصريين القدماء، أو ما يسمى بين قوسين الفراعنة لو التسمية الأفضل، المصريين القدماء. مظبوط، مصريين الأوائل أو القدماء. مظبوط. وبالتالي ظل سمة الشعب المصري هو صاحب قراره. صحيح في أيام المصريين كان هناك نوع من الاستبداد، وهذا طبيعة المرحلة، لكن فيما بعد عندما كان يحتل مصر أي قوة خارجية، وبمناسبة حتى أيام الفراعنة أو أيام المصريين القدماء احتلت مصر من قبل العناصر من الهكسوس وثم الحوثيين أو الحيثيين دواء في اليمن. ثم أخطر احتلال كان هو الاحتلال الفارسي. ظل في مصر 200 عام، وكاد أن يحدث تغييرا في البنية السياسية والاجتماعية والحضارية مصر. لكن المصريين استطاعوا أن يدحروا هذا الاحتلال كما دحروا من قبل الاحتلال الهكسوسي والاحتلال الحيثي وغيرها من ثم جاء طبعا الرومان وغيرهم، وأيضا استطاعت مصر العربية هنا عندما جاءت فتح العرب مصر في عهد عمر بن الخطاب، وتولى حكم مصر عمر بن العاص، استطاع أن يصنع نوع من التحالف مع الأقباط مصر الذين كانوا رافضين للوجود الاستبدادي والاستعماري بين قوسين للرومان، رغم كان المصريين أقباط والرومان مسيحيين، لكن الرومان كانوا يتعاملوا بقسوة مع شعب مصري وبقدر كبير من الاستبداد، ومن ثم جاء كان هناك قهر للشعب المصري. بالضبط. جاء الفتح العربي ليقيل عسرة الأقباط المصريين، وبالمناسبة لم يفرضوا الإسلام على الأقباط، بالعكس تم استغاثة من الشعب المصري. يعني بمعنى أن دخلت القوى الجيش العربي دخل مصر من الإسكندرية ثم القاهرة، وأقام عمر بن العاص عاصمته في الفسطاط، ورغم ذلك لم يفرض الإسلام كدين على الأقباط. صحيح. ثم بالعكس بني الجامع جانب الكنيسة جانب المعبد. فيما بعد اقتناعا بهذا الدين وبالنموذج الذي قدمه المصري العرب
داخل مصر. انتمى الكثير من 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 المصريين الاقباط الى الدين، وحتى الان نلاحظ ان وجود المسيح قوي في مصر. فضع ذلك الاسلام لم يهدم كنيسه ولا معبد فرعوني او معبد ولا معبد يهودي ولا اي شيء، حافظ على الهوية، يعني على الحضور الديني لمختلف العقائد. وهذه قناعة مختلف الحضارات. ثم لم يحطم آثار لحضاراتنا إطلاقاً. لم يهدم هذه الآثار، لم يحطم نماذج للحضارة الفرعونية، وليس في مصر فقط، حافظ على الهويات الدينية للأقليات في معظم البلاد التي دخلها وقام بضمها للإمبراطورية الإسلامية. في العراق كل الحضارة البابلية والأشورية، وفي العراق في لبنان الفينيقية، وفي تونس أيضا، وفي مختلفة، حتى يعني حتى الأقلية الأزيدية في العراق، وهذه أقلية لها دين عقيدة مختلفة يعني تقترب إلى يعني لا تؤمن بالله، وحافظوا عليها. الذي أضر بهذه الأقلية هم داعش، تنظيم داعش. مزبوط. نعود إلى الحالة المصرية. في بعد أن استطاع محمد علي، وهو الحاكم جاء بإرادة شعبية، لكنه لم يكن ينتمي لشعب مصر، كان هو أحد قادة الجيش التركي وهو ألبان الأصل، لكنه كان أكثر استنارة من غيره من القادة، فيعني تقرب إلى المصريين، ثم انتخبوه بدعم من عمر مكرم، الرجل العالم الدين الفذ في ذلك الوقت، وكان له حضور شعبي وقيادة شعبية، ودفعوا بها للسلطة. صحيح محمد علي تخلص فيما بعد من كل من دفعوا بها للسلطة، ثم تخلص بطريقة دموية من المماليك في مذبحة شهيرة اسمها مذبحة المماليك في القلعة. لكن محمد علي على الرغم من ذلك أسس للدولة المصرية الحديثة تصنيعا وتعليما وإعادة بناء البنية الاقتصادية والاجتماعية، وفتح المجال أمام الملكيات الزراعية، صحيح بشكل متسع، وهو الذي أسس لقالة الإقطاع فيما بعد، لكنه استطاع أن يؤسس لدولة مصر الحديثة. لكن هذا المشروع الذي أخذ أيضا بعدا عسكريا واستطاع أن ينجز جيشا عسكريا مكونا من أبناء المصريين الفلاحين المصريين، استطاع بهذا الجيش أن يمد النفوذ المصري في أفريقيا الحبشة، وفي طبعا إلى السودان، وفي آسيا، وفي المنطقة الجزيرة العربية، ثم تمدد في الشام، ثم وصل إلى حدود الأناضول. وهنا تحركت القوى الكبرى في الغرب، لأنها رأت خطرا من تنامي القوة المصرية العسكرية التي ستكون بديلا عن الإمبراطورية العثمانية، وتدخلت هذه القوى الأوروبية وأجادت هذا التحرك في مصر، ثم فرضت على محمد علي مجموعة من الشروط، إعادة يعني تقليص الجيش المصري أعداده إلى 18,000، والاكتفاء به هو أن يكتفي بمصر فقط، وأن يرث مصر أبنائه فيما بعد. أنا أتوقف مع حضرتك عند هذه النقطة وهذا الكلام الهام جدا والتاريخ العظيم للشعب المصري والدولة المصرية. نخرج مع حضرتك لهذا الفاصل، ثم نعود نواصل حوارنا ونحن نحتفل بذكرى 23 يوليو 52 بمناسبة ثورة 23 يوليو، وربنا يصلح للشعب والناس جميعا، والشعب والجيش إيد واحدة، وربنا يصلح للجميع يا رب. كل سنة وكل شعب مصر بخير بمناسبة ثورة 23 يوليو، الثورة التي توجت كفاح الحركة الوطنية المصرية من أجل التحرر الوطني ومن أجل الاستقرار والانحياز إلى طبقات الشعب الفقيرة. بنهني الشعب المصري كله بالثورة بتاع 23 يوليو وثورة الاستقلال وإعادة المجد المصري تاني. لابد أن احنا نهني أنفسنا والشعب المصري جميعا بذكرى 23 يوليو، هذه الذكرى الخالدة اللي هي أتاحت للشعب المصري استرداد كرامته وحكم الشعب بنفسه. كل سنة والشعب المصري طيب وبخير. الثورة المجيدة اللي حققت النصر والاستقلال للشعب المصري والتخلص من الاستعمار والتبعية للاستعمار، وكل سنة وانتم طيبين. رجعنا مع حضراتكم مرة تانية، ولازال حوارنا عن ثورة قام بها الشعب المصري، ومثلت هذه الثورة نموذجا رائعا لتكاتف الشعب المصري مع أبطاله
وأبنائه الشعب والجيش معا لتحقيق هدف واحد ولتحقيق إرادة شعبية. وكالعادة دائما الجيش المصري وأبطاله هم خط الدفاع الأول لكل مواطن مصري على أرض مصر، وهي ثورة أيضا ثورة 23 يوليو المجيدة كانت ثورة نظيفة لم ترق بها أي دماء لأي مصري أو أجنبي في هذه الثورة. هنتكلم عن تميز وتفرد أبناء مصر في تحقيق إرادتهم الشعبية على مر العصور، وأيضا عن أبطال مصر من القوات المسلحة المصرية اللي هم خط الدفاع الأول لكل مواطن مصري ولأرض مصر ولتراب مصر. أيضا بيشرفنا في الاستوديو الكاتب الصحفي العزب الطيب الطاهر الكاتب الصحفي بالأهرام. أهلا بك يا فندم معنا مرة تانية. أهلا بك. نستكمل حوارنا اللي بدأته حضرتك باستعراض لبطولات الشعب المصري ولتاريخ مصر. محمد علي بعد أن أجهد مشروعه في النقول الإمبراطوري في المنطقة العربية وخارج المنطقة العربية بفعل المؤامرة الغربية، وأنا أقول بفعل المؤامرة الغربية، شعروا خطورة أن تكون مصر قوة إقليمية مهمة على هذا النحو، وأنها تكون إمبراطورية مضادة للإمبراطورية التركية أو الأجنبية أيضا، يعني المهم والإنجليزية، ألا تكون مصر قوة أمام القوى الأخرى بحكم الموقع الجغرافي الذي وصفه جمال حمدان بعبقرية المكان في كتابه الشهير. تمام. محمد علي توفي ثم جاء واصل إلى حد كبير دوره ابنه إبراهيم باشا القائد العسكري الفذ في العسكرية المصرية، والذي كان يقود الجيوش المصرية في كل محاولاتها أو في كل مشروع يعني كل عملياتها العسكرية خارج مصر، بالذات في الشام وفي الأناضول وغيرها، كل حروبها ومهماتها العسكرية. بعد وفاة إبراهيم باشا جاء أو أبناء محمد علي، وكانوا في حقيقة الأمر أقل حماسا، وبعضهم نزع من مصر عناصر قوتها بالذات فيما يتعلق بالتصنيع، أغلق المصانع والموانئ الحربية، والجيش المصري أصبح لم يعد له أي حضور. والكارثة أن أحد هؤلاء وهو توفيق باشا عندما قام أحمد عرابي بثورته الشعبية أيضا والعسكرية لمحاولة فرض معادلة سياسية تتعارض مع طموحات الحاكم أو الخديوي والتوفيق، استعان بالإنجليز الذين أجهدوا مشروع ثورة عرابي في معركة شهيرة اسمها معركة تل الكبير، ومن هنا بدأ الاحتلال الإنجليزي 1881، واستمر هذا الاحتلال مع النخبة الحاكمة المتمثلة في القصر وهو تابع للاحتلال، ثم نشأت طبقة جديدة من رجال من كبار رجال كبار ملاك الأراضي مع نخبة سياسية مرتبطة بالاستعمار وبالقصر، وأصبحت مصر كلما تتمدد في الزمن يحدث ركود سياسي وركود اجتماعي. أصبحنا بعد حوالي يعني في يعني قبل في قبل بداية الخمسينات في القرن الماضي أصبح مصر وقحة يقول كالتالي، وقحة الداخلي 90% من الشعب المصري تحت خط الفقرة الأمية، 80.5% يمتلكون نصف الأراضي الزراعية، حوالي 45% من الشعب المصري مصابون بالبلهارسيا وبأمراض أخرى نتيجة سوء التغذية، أيضا 45% من نسبة البطالة داخل مصر بشكل عام، أوضاع سيئة اجتماعية واقتصادية، مع أن المواطن المصري الفقير والبسيط لا يمكنه أن يلتحق بالتعليم، والتعليم كان بالأموال بالدفع، وبدليل أن أهالينا لم يدخلوا التعليم في الأرياف، فنتكلم في ربما القاهرة والإسكندرية كان في مدارس هناك الطبقة الأسرة كانت تدفع لهذه تدفع يعني تكلفة التعليم، بس كان هناك كاتب كبير زي طه حسين كان في هذه الفترة وكان تعلم في الأزهر. تمام. تعلم في الأزهر، الأزهر كان مجانيا كان مجانا وهو مقاتل شرس وأبوه كان ينفق عليه، دكتور عباس محمود العقاد نجيب محفوظ كلها تعلموا، يعني أنا قلت لك في القاهرة كان في نوع من الانفراج النسبي في التعليم، وكانت تدفع التكلفة، وهؤلاء رب يعني عندهم قدرة يدفعوا، يعني لك أتكلم على الأغلبية في الحكيم كل هؤلاء كانوا أبناء أسر غنية كانوا يدفعون تكلفة التعليم لا يمكن مجانيا. الذي قال بالمجانية هو طه حسين عندما تولى وزارة المعارف في حكومة الوفد الأخيرة في يعني أواخر الأربعينات أعتقد، يعني بعد 48
وبالتالي أعلن هو قال أن التعليم يبد أن يكون كالهواء مجانيا كالهواء والماء. وبدأت حكومة الوفد تطبق بداية مجان التعليم. ثم جاءت ثورة يوليو فيما بعد لتحاول في 1952 بقيادة مجموعة من الضباط الأحرار الذين يقودهم جمال عبد الناصر لتحاول أن تغير المشهد الداخلي بالكامل. ومن هنا كانت في بداية يطلق عليها انقلاب، ثم الحركة المباركة، انقلاب عسكري، هم قالوا ذلك حتى الثوار نفسهم انقلاب، ثم اطلق عليها الحركة المباركة، ثم اطلق عليها تعبير ثورة، وربما إن لم تخن الذاكرة اطلق عليها تعبير ثورة طه حسين، بحكم أنه كان متقدم الفكر وكان لديه رؤية اجتماعية، لأنه يعني تعلم قادم من جنوب مصر من المنيا ولديه حس اجتماعي عالي. فعندما رأى أن هذه الحركة المباركة والتي دعمت شعبيا في أول يوم انطلاقها في 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 في, في صباح السبت صباح 23 يوليو خرجت الجماهير تؤيد، هي حركة قادها الجيش ودعمها الشعب. بينما ثورة يناير وثورة يوليو يعني ثورات قادها الشعب ودعمها الجيش، ولكنها كلها في الأخيرة هي تصب في مجرى الثورة إرادة العام شعبية. في مصر والإرادة الشعبية، يعني لولا الإرادة الشعبية طبعا أولا توفيق الله سبحانه وتعالى، ثم الإرادة الشعبية لما كان بوسع حركة الضباط الأحرار في أساس وعشرين أن تنجح. صحيح صحيح. لأن كان هناك قصر وكان هناك احتلال إنجليزي وكان هناك طبقات ضد هذه الثورة داخل مصر، ورجال أحزاب ورجال كلهم رأوا أن مصالحهم ومعاداة الثروة والسلطة التي كانوا يمتلكونها، يعني نصف المئة من رجالة مصر كبار ملاك أعضاء في الأحزاب نخب سياسية ووزراء يمتلكون نصف المئة فقط، والشعب باقي الشعب لا شيء، يمتلكون 5%. لكن البعض بيطلق عليهم رجال اقتصاد كانوا يديرون الاقتصاد الوطني والمصري. لا 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 لمصلحة كان الجنيه يعني لا برقم كل هذه مسميات، لكن كل هذه كان يوظف ليس لمصلحة الشعب المصري، بدليل أن ثالوث الجهل والمرض والأمية كانت هي السائدة في، أنا أتكلم عن الأغلبية، كانت هناك أقلية تستمتع بهذه الثروة. يعني على سبيل المثال ملاك أقل مالك أرض 1000 فدان، بينما الشعب المصري مطحون لا يمتلك، كلهم يعملون تحت عند هذا الإقطاعي ويعملون بنظام الصخرة، وليس يعني حتى ليس بنظام عادل. يعني لو في نظام عادل ربما في إقطاعيات أو رجال أعمال أو أصحاب أملاك، بس للأسف يا فندم كل هذه الأفدنة وهذه الآلاف من الأفدنة عندما تركت لم يحافظ عليها الكثيرون من الشعب المصري، بدليل اعتداءات على الأراضي الزراعية، ونحن الآن يعني نسن القوانين والدولة المصرية بتحاول أن تتصدى لهذا السلوك من الاعتداء السافر على الأرض التي ملكت لهم. ولكن أقول لك أن الذي جرى من اعتداء على الأراضي الزراعية التي الواسعة في مصر ليس هم الفلاحون، ولكن الطبقة التي أحدثها الانفتاح الاقتصادي غير المنضبط في عصر الرئيس الأسبق أنور السادات. هتوقف مع حضرتك عند هذه النقطة، نخرج لهذا الفاصل ثم نعود نواصل حوار. بعد الثورة احنا ما شفناش النقلة دي غير في الفترة الأخيرة، من ساعة ما سيادة الرئيس بدأ يشتغل على المدن الجديدة والمشروعات زي الكباري الجديدة والطرق اللي ربطت كل المدن ببعض، كمان في حملات توعوية للصحة وفي حاجات للإسكان. الدنيا باينة قدامنا، يعني باينة الطرق، باينة الصحراء اللي كانت صحراء باينة شكلها بقى عامل إزاي، مستوى المدارس بقى شكلها بقى عامل إزاي، الطرق بقت عاملة إزاي، وأول حاجة للاقتصاد طبعا احنا كلنا فاهمين إنها الطرق. المشروعات التنمية طبعا بقت كويسة جدا وسهلت الطرق طبعا في أماكن كتيرة جدا، مناطق العالمين ومناطق المشروع الجديد في أماكن كتيرة. الطريق دلوقتي بقى بتسهل عليك حاجات كتيرة في المواصلات، لما بنركب أي مواصلة طبعاً بتروح من مكان لمكان في وقت قليل، طبعا المناطق بقت نظيفة، الشوارع نظيفة، حاجات كتيرة طبعا اتغيرت كتير قوي طبعا في عهد الرئيس طبعا. يعني أنا سني 57 سنة، أنا بتمنى من ربنا إن أنا أرجع 30 سنة تاني عشان أعيش بال 30 سنة اللي أنا خصمتهم دول، أرجعهم تاني أعيش في الحضارة والحاجة الكويسة اللي عملها سيادة الرئيس دي. أولا المشروعات القومية الكبرى في عهد الرئيس لابد إن احنا نحييه عليها. رقم واحد إن احنا بقالنا زمان كتير جدا عندنا مشاكل في الكهرباء
لما يعمل مشاريع قومية للكهرباء هنا في الحالة دي مش بنت الكهرباء بس من السد العالي أو بطور توربينات السد العالي، لكن بدأ يبقى عندي دلوقتي إنتاج الكهرباء عن طريق الغاز الطبيعي، عن طريق قوة الرياح، عن طريق قوة الشمس اللي هي الطاقة الشمسية، تنوع مصادر الطاقة ذات نفسها عن طريق اللي هي نقول كده مشروعات قومية. ده هنا بيديني اكتفاء ذاتي، ده رقم واحد، تصدير الكهرباء للدول المجاورة ليا. رجعنا مع حضراتكم مرة تانية، ولازال بيشرفنا في الاستوديو الكاتب الصحفي العزب الطيب الطاهر، الكاتب الصحفي بالأهرام، ولازال حوارنا عن ذكرى ثورة 23 يوليو 52 وما يشهده الشعب المصري الآن من نفس هذه الأهداف التي تتحقق بإرادة شعبية وأيضا برؤية وإرادة سياسية. أهلا بك يا فندم معنا. أهلا بك. كل سنة وحضرتك طيب، وكل سنة والشعب المصري طيب. كلمنا يا فندم عن رؤية حضرتك لما يجري ويدور الآن على أرض مصر من إنجازات، وخاصة زي ما شفنا في التقرير من انطباعات ورؤية للشعب المصري في تحقيق أهدافه وأهداف الثورة. بالتأكيد ما يجري الآن من تحولات نوعية في المشهد المصري، سواء على الصعيد الاقتصادي بذاتها، على الصعيد الاقتصادي والتنموي أو المشروعات الكبرى والقومية الكبرى، وحتى على صعيد العلاقات الدولية والإقليمية والخارجية، واستعادة دور مصر الإقليمي المتميز الفاعل، يرتكز على إنجازات تحققت في أيام ثورة يوليو عندما كانت مصر واحدة من أهم الأرقام المحورية في الإقليم بل وفي العالم، عندما وضعت الدائرة العربية والدائرة الإفريقية والدائرة الإسلامية مرتكزات أساسية لسياستها الخارجية، وعندما تبنت سلسلة من المشروعات التحول الاقتصادي داخل مصر والتنموي بحيث أعادت لمصر قدراتها الاقتصادية. وهنا جاءت هزيمة 67 مؤامرة من القوى الكبرى، مثل وهو ما أكده هيكل في كتاباته المهمة عن هذه الفترة وبالوثائق، عن أن أيضا الغرب وأمريكا إضافة إلى الكيان الصهيوني لم يرضوا بأن تنهض مصر مرة أخرى في تحت زعامة عبد الناصر وتحت وفي ظل أفكار ومبادئ ثورة يوليو، ومن ثم سعوا لضرب هدينا من كل التفاصيل، لكن تمت المحاولة الثانية لضرب المشروع الوطني المصري بعدما ضربوه أيضا في أيام محمد علي. نأتي الآن إلى القيادة المصرية الحالية متمثلة في الرئيس عبد الفتاح السيسي، وانطلاقا من محددات ثورة يناير ثم ثورة يونيو، استطاعت أن تحدث حراكا يرتكز على الأهداف الرئيسية لثورة يوليو. ثورة يوليو اهتمت بالمواطن المصري، بإصلاح الاقتصاد وبناء سلسلة من المشروعات المهمة، السد العالي، التصنيع، والآن ينهض نفس الشيء في مختلف أنحاء المحروسة، أقصد مصر، مشروعات كما نراها بنية تحتية، طرق، أنفاق، مشروعات تصنيع، مشروعات 1.5 مليون فدان استصلاح، وهو ما بدأته ثورة يوليو عندما استصلحت أيضا أكثر من مليون فدان، أكثر من 2 مليون تقريبا. ومن ثم هناك تفاعل في الحالة الوطنية المصرية، والمرحلة هنا تشهد تفاعل وفق مقتضيات المرحلة، يعني الظروف كانت هناك مختلفة عن الظروف الراهنة، ولكن مصر لأنها تمتلك الآن قيادة تؤمن بدورها الوطني ودورها القومي، تتحرك في كل هذه الاتجاهات لتعيد مصر إلى اعتبارها دولة محورية في المنطقة، تقود الإقليم العربي وفق ما تمتلكه من عناصر قوة في الداخل، والذي بدأت بالفعل تمضي باتجاهه بوتيرة متسارعة، سواء اقتصاديا واجتماعيا، كما حققنا العنصر الأهم وهو عنصر الاستقرار الأمني والسياسي بعد حرب على الإرهاب دامت أكثر من 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 7 سنوات وثمان سنوات. إذن نحن الآن أمام توظيف جيد لأهداف ومبادئ ومحددات ثورة يوليو، وهي موضوعة في الحسبان أمام القيادة المصرية كما أكد أكثر من مرة الرئيس عبد الفتاح السيسي. تمام يا فندم، بشكر حضرتك جدا على هذا اللقاء، الكاتب الصحفي العزب الطيب الطاهر، الكاتب الصحفي بالأهرام، شرفتنا يا فندم، وكل سنة وحضرتك طيب. أهلا بيكم، وأنت طيبة وكل الشعب المصري طيب والقيادة المصرية. شكرا يا فندم، وغدا حلقة جديدة على أرض مصر.